احنا في زيارة رسمية للمسرح محمد الخامس بالرباط لتحتضن هذه الأيام المسرح الكوميدي لأجود العروض المسرحية الكوميدية. جيت مع وفد هولندي لتنظم له وتنسق له هذا اللقاء مع المسرح المغربي، لأن المسرح كما يعلم الجميع بالفنون هو لخلق حوار الحضارات، حوار الشعوب، وهذا الهدف أيضا كذلك لتلقية واختيار أجود العروض المسرحية لصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا. هذا على تجربة اللي كانت ناجحة خلال السنوات الماضية في تنظيم مسرحيات لمسرح الوطني ديال السيد شراوي، وكذلك مسرح ديال السيد جندي، والمسرح الأمازيغي اللي كان عاوتاني كل سنة تنحتضنوه وتنضمنوا لقاءات في أوروبا خاصة في هولندا. الآن احنا في هذه الأيام تنشوفوا باش نختاروا عرض من العروض لبرمجتها في سنة 2016-2017، وهذا هو السبب اللي تنتواجدوا له هنايا. وتنشكر على هذا المنبر الاستقبال الحار ديال السيد محمد بن حسين مدير المسرح محمد الخامس، والسيد هشام الجباري المدير الفني، وكذلك ما ننساش الشكر الجزيل لمؤسسة الحسن الثاني اللي استقبلتنا وتتساهمنا وتدعمنا، وشكرا للجمهور المغربي الحاضر. Hello, I'm Yvette from the Stadsgouwburg Utrecht, the city venue in Utrecht. We're here with the city venue of Amsterdam and with Mohamed Altaoui from Altaoui Events. We've had a very warm welcome in the theater Momet Senk, and we're very happy to be here to see the place in the festival and to work together to bring a new play to Holland, as we have done last season with the theater Ten Zift with Dartabina Dauda. So hopefully we'll work together in the future again. التدورين نعتبرها يعني نقلة نوعية وقيمة مضافة للحركة المسرحية المغربية، باعتبار أنها تخلق واحد الجودة التنافسية، تخلق كذلك واحد العلاقة يعني وطيدة وعلاقة تعاقدية يعني إيجابية مع الجمهور المغربي، وبطبيعة الحال اللي تيخلينا أننا نفكروا بشكل يعني قوي جدا في تطوير التجربه ديالنا من خلال الاشتغال على الاعمال والاستمراريه ديال الفرقه منذ التاسيس ديالها في سنه 1997. طبيعي الحال واللي تيميز هذه الدوره هذه كذلك هو حضور يعني ممثلين المسارح الهولنديه اللي حاضرين معنا واللي جاوا باش يشوفوا العروض المسرحيه في افق برمجه ديالهم 2016 و2017، وهذه نعتقد بانه كذلك نقطه قويه جدا، لانه هذا هو اللي نبحثوا عليه في الحركه المسرحيه في المغرب، اننا نبحثوا على كذلك على شركاء يعني ماشي على الصعيد الوطني فقط ولكن على الصعيد الاوروبي، لانه كما تعرفوا جميعا انه كاينه جاليه مغربيه قويه جدا اللي حتى هي من حقها انها تكون لها الحق في الولوجية للثقافة والفن والمسرح على وجه الخصوص. إذا هذه فرصة أننا ننوه بهذه التجربة هذه، وفرصة كذلك أننا نقول للجميع الفرق المشاركة توفيق إن شاء الله. My name is Jurgen Chonafong. I'm from the City Theatre of Amsterdam and I'm here to visit the Vaudeville Festival to see what beautiful plays that have been made in Morocco, and hopefully we can bring a couple of those plays to Amsterdam and to Holland, to Utrecht, for example, as well, to show the people in Holland what Moroccan culture is. I've been here now for 3 days, and it's really marvelous to see what happens here on stage. So I'm very happy to be here.
Yeah.